بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في برنامجكم برنامج نرتقي. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان كما علمنا سيد الأخلاق عليه الصلاة والسلام، ولك أن تأمل أن ترك الأذى في الطريق ليس من الإيمان، بل أن الله سبحانه وتعالى وصف امرأة أبي لهب بوصف قبيح إلى قيام الساعة، لأنها كانت فقط تترك الأذى في الطريق وامرأته حمالة الحطب. من السلوكيات الخاطئة اللي يقومون بها العوائل والأطفال والشباب هي قطف الأزهار، عندنا تخريب الألعاب، أنابيب الري، كسر الزجاج، رمي المخلفات على الأرض. يعني كوني أم ومن أكثر الناس مرتادين حق الحدائق العامة، يعني رصدت بعض التصرفات يعني الخاطئة واللي نحب ناحية تنتهي وتنتشر ثقافة المحافظة على المرافق العامة، اللي هو يعني يجون يسوون بيكنيك يأكلون ويخلصون يخلون مخلفاتهم ويمشون عنها مع أنه يكون الحاويات قريبة منهم. الأطفال نفس الصفحة البيضاء، يقلدون كل شيء يشوفونه، أولياء أمورهم، أو أن حتى الأطفال اللي معاهم في الحديقة اللي يقومون بسلوكيات خاطئة ممكن أنهم ينقلون لهم هذه العدوى اللي هي السلوك الخاطئ. يا ريت كل من مسؤول أنه يوعي المجتمع أو يوصل هذه الثقافة المجتمعية، يوصل هذا الشيء حق الناس أن لا تتركوا مخلفاتكم. ما شاء الله البحرين كل مكان فيها مرافق فيها معدة بالكامل مجهزة، فيعني شيء بسيط بس شيلوا مخلفاتكم حطوها في المكان المناسب. يجب أن يكون لدى الشخص حس بالمسؤولية اتجاه الممتلكات العامة التي تخدمه فيه في الدرجة الأولى، ويعمل على تنظيفها ويساعد حتى عمال النظافة. طبعاً البادية المنطقة الجنوبية هي مستمرة في بذل الجهود في إعداد برامج توعوية في كافة المجالات، منها في التواصل الاجتماعي ومنها في الصحف وفي الإذاعة والتلفزيون. وأهم هذه الحملات هي الحملات الفعلية اللي تقوم فيها في المماشي والمنتزهات. احنا نأمل من الجمهور الحفاظ على النظافة والممتلكات العامة اللي راح تصب في مصلحة الجميع، وراح تبني مجتمع واعي وصحي وحضاري بنفس الوقت. من القواعد المهمة في دين الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أي لا نؤذي أنفسنا والآخرين بأقوالنا وأفعالنا. الحمد لله ما أحد وده يأذي نفسه وأهله بتعمد، لكن هل بسلوكنا ممكن سببنا أذى بغير قصد لأنفسنا أو للآخرين؟ خلونا نشوف مثال مزعج في أماكن التسوق. بالنسبة لعربات التسوق، صحيح أنه بعض الزبائن بيتركون العربات خارج المجمعات، وده سلوك ما حضاري. نتمنى من كل الزبائن أن ينتبهوا، لأنه العربانات والعربات خارج المجمع بتترك أثر سلبي وممكن تأذي الطريق، ممكن تأذي سيارات الزبائن نفسهم. فبالتالي نتمنى ونرجو من الزبائن أن ينتبهوا للنقطة دي. لو سوينا مقارنة بعدد الأشخاص اللي يأخذون هذه العربات وعدد الأشخاص اللي يرجعونها في نفس مكانها، بنشوف أن الأغلب ما يرجع مكانه، تلاقيهم منثرين، إيه هاي العامل المسكين هو اللي رجعهم مكانهم. فكم من سيارة تشمخت بسبب هذه العربات؟ السلوكيات المزعجة اللي قمنا نسويها بدون ما نشعر الاتكالية الزايدة، فلين نروح مثلا كوفي شوب أو مطعم نترك أكلنا وصحوننا بعد ما نخلص منها مكانها، ننطر أحد يشيل ورانا ويرتب،
ويمكن تشوف العائلة تي تنطر لما أحد يشيل بس الصينية على أساس هي تقعد. هاي مسؤوليتنا إحنا، يبنى الصحن ويبنى الأكل، خلصنا منه نقطة. أيضاً التكاليف العمل، المكتب لازم ننطر أحد يجي ورانا ينظف ويرتب. كل واحد لازم يكون عنده مسؤولية، هاي مكتبك، كرسيك، حتى في الاجتماعات رجع الكرسي مكانه. خليك قدوة حق أبنائك، لأن يشوفك أنت ترتب غرفتك، ترتب صالتك، ما تنطر الخادم هو يرتب غرفتك وسريرك، لأن هو شافك في هذا العمر بتكون خير قدوة له. خلينا نشوف الناس شنو رأيها في هذا الموضوع. طبعاً هي ظاهرة غير صحية وغير محبوبة للجميع. يعني مثل ما الشخص راح أخذ من نفسه من الكونتر من أحد المطاعم وجاء أكل على الطاولة، عقب ما يخلص من المفروض نشيله، ما دام في أماكن مخصصة حق عقب ما تخلص تودي مكانه، يعني ما تنتظر أحد إنه يجي وشيله من بدالك. مثل ما أنت تحب المكان نظيف، زين غيرك بعد يحب المكان نظيف، فاترك المكان نظيف عشان غيرك يجي يشوف المكان نظيف. هذا يعتبر وجهة سياحية للبلد، وإذا إحنا ما اهتمينا لنظافة هذا المكان أكيد راح يأثر على الوجه العام للديرة، وإحنا أكيد نحب ديرتنا نظيفة، ولازم ينعكس هذا في تصرفاتنا. ونفس ما قلنا، إذا أنت ما اهتميت لنظافة المكان اللي أنت فيه، سواء في البيت، في العمل أو في المكان اللي أنت تروحه، راح تكون هذه عادة عليك، وراح تربي أولادك على نفس النمط، وفي الأخير المكان راح يكون يعني مو مرتب وما نعكس وجهة طيبة للبلد. إذا الطفل تعود من البداية، إذا ما وقفنا هذا السلوك الخطأ عنده، راح يتعود عنده، راح يتمادى، راح يكبر، راح يظهر هذا الشيء في المدرسة، في الجامعة، حياته المستقبلية بتكون مبعثرة، يعني ما بيكون فيها نظام. يعني النقطة الأولى النظافة، وبعدين نقدر ينطلق إلى الحياة في المستقبل. الأذى في الأماكن العامة مو مقتصر على الأذى الملموس، ممكن يكون الأذى بصوت أو تصرف يزعج الآخر. بعض الزبائن مثلاً وقت اللي قاعد يأكل زين ينثر أغراضه تحت الكرسي، هاي سبب لنا بعد مشكلة. فبعد التنظيف الصالة ياخذ له وقت طويل المنظف عشان ينظف، لان عندنا عرض بعده لازم نعقم، لازم هذه. فالحين كل السوشيال ميديا، فالعالم تحب تبث تجربتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيشغل الفلاش مال التليفون عشان يصور. فانت تخيل انت قاعد تطالع الفيلم زين وجنبك احد يصور بفلاش، اكيد راح تلتفت له. ساعات يكون عنده تعليق في الفيلم يسمع غيره من الزباين، هاي التعليق بعضهم من الزبون يعني ما يحب هاي الشغلة، فيكون في رد في التعليق وذي مو شيء حلو. من أمثلة الأذى أيضاً هو التدخين في الأماكن غير مخصصة للتدخين، فأنت مو محتاج موظف أمن يكون رقيب عليك، أنت من نفسك تستشعر أنه ممكن يكون هناك شخص مريض بعيد شر عنكم، في ربو، أو يكون أحد معه أطفال. وفي حوادث تحدث في الغرب بسبب يعني سجائر اللي تحرق الغابات او اللي يشوون وما يتعاملون مع الجمر بطريقه صحيحه. الحين احنا مقبلين على موسم يعني في كشتات، في جو حلو، فلازم ننتبه ان هذا الجمر يتعامل معه بطريقه جيده. مثلا يمنى طفل ممكن يدوس عليه او حيوان، ادري ان هذه التصرفات فقط من البعض وليس الكل، لكن احنا ايضا نبي ناخذ بايدي هؤلاء عشان كلنا نرتقي باذن الله.